هنا في العاصمة أنجمان أيضا تواصل مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هند ديبي تنو نشاطاتها المتمثلة في تقديم العون والمساعدة للجمعيات والطبقات الضعيفة في المجتمع بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. تقرير مريم عبد الرحيم عرضه. هذه المساعدات الغذائية التي تتمثل في كمية من جوالات الأرز والدقيق وحبوب الغلال والزيت، كل هذه قدمتها مؤسسة القلب الكبير، وذلك بهدف مد يد العون للأيتام والأرامل والفئات الضعيفة. مؤسسة القلب الكبير والتي أسستها وترأستها هند ديبي إتنو لإسعاد هؤلاء الشرائح من المجتمع، وتواصلا لهذه المساعدات الغذائية توجه أعضاء مؤسسة القلب الكبير تحديداً إلى مركز اتحاد الجمعيات لدعم الأطفال اليتامى في تشاد في الدائرة الثانية. مسؤول قسم الامتيازات بمؤسسة القلب الكبير علي يوسف ذكر في حديثه إلى أن الهدف من هذه المساعدات هو إرضاء ومساعدة لهؤلاء الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم. هدف تساعدكم أنت المساكين هسا الأتامى والأرامل والتعبانين في الشات، عشان بطن في شهر رمضان انتم الاطفال وامهاتكم فشان ما تهموا هند قاعد جنبكم، والرئيس الدوله فخامه ادريس ديبي تنو هو كله قاعد بيتعمى فوقكم. وبهذه المناسبه سلم اعضاء مؤسسه القلب الكبير هذه المساعدات الى رئيسه اتحاد الجمعيات لدعم الاطفال اليتامى في تشاد. وبدورها رئيسة اتحاد الجمعيات عائشة قهني حسين عبرت عن شكرها بهذه المعونات وذكرت بأنها جاءت في الوقت المناسب. وبعد ذلك واصل أعضاء مؤسسة القلب الكبير إلى مقر اتحاد الأرامل والأيتام للجنود التشاديين من أجل السلام في تشاد بالدائرة السابعة، حيث أشار ممثل الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي إلى أن هذه المساعدات مقدمة من سيدة البلاد الأولى والمؤسسة لهذه المؤسسة بغرض مساعدة النساء الأرامل. والمساعدة الأساسية جابوها ده، أنا نطلب من رئيسة المؤسسة أنتكم الشيء ده يتقسم بطريقة رسمية، كل الأمهات الأتامة والأتامة كل واحد يلقى حق الرزق الله أنطلي ده ينطلي. من جهتها رئيسة اتحاد الأرامل هي الأخرى عبرت عن شكرها إلى رئيسة المؤسسة وإلى كل أعضائها. للتذكير إن هذه المساعدات سوف توزع بالتساوي إلى كل هؤلاء المحتاجين من أرامل وأيتام.